المزيد عن المشهد السياسي السوداني بعد مرور 3 سنوات على اندلاع الثورة التي أطاحت بالنظام السابق، نتابع من الخرطوم توضيحات المحلل السياسي السوداني عثمان المرغني في تصريح لميديا. قبل 3 سنوات اندلعت التظاهرات في مدينة عبرة شمالي السودان، وكانت الشرارة الأولى التي في النهاية أسقطت حكم النظام البائد بعد حوالي 4 أشهر من المظاهرات المستمرة. بعد ذلك بدأت الفترة الانتقالية التي لم تشهد نجاحات واضحة، ربما كانت الأوضاع أسوأ مما كانت عليه في العهد البائد. نتج عن ذلك كثير من المتغيرات، على رأسها انقلاب 25 أكتوبر الماضي الذي أطاح بالحكومة ومجلس السيادة ووضع البلاد في مسار جديد. الآن مع الذكرى الثالثة هناك تظاهرات كبيرة على مستوى الشارع السوداني تحاول أن تستعيد المسار الانتقالي بالطريقة التي كان عليها والوثيقة الدستورية، والتخلص من الإجراءات والقرارات التي صدرت في 25 أكتوبر الماضي، ومحاولة إيجاد معادلة جديدة ليس فيها شراكة بين المكون المدني والعسكري، إنما فقط بحكم مدني خالص. وهذه ربما تصبح واحدة من القضايا التي قد تجر كثيرا من حالة اللا استقرار للأوضاع، لأن تخلص عمليا من هذه الشراكة فيه كثير جدا من المحكات والمنعطفات التي قد تكون صعبة وشاقة على الجميع، خاصة أن هناك انقساما في وسط الشارع السوداني بين مؤيد لذلك الاتجاه وبين معترض عليه ومصر على استمرار هذه الشراكة حتى نهاية الفترة الانتقالية.